بكم متابعي قناة وطن الفضائية، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رسالة البصرة. مرت 50 سنة على قصة الأرجوحة للقاص البصري محمد خضير. هذه القصة ممكن تكون مرت على كثير من المثقفين والمبدعين وأيضا الشباب باعتبار كانت مادة أدبية دسمة. خلينا نشوف مثقفو البصرة كيف احتفوا واحتفلوا بالمبدع محمد خضير. أرجوحة محمد خضير تتدلى في اتحاد أدباء البصرة، حيث اكتظت قاعة الاتحاد والكتاب بجمهور غفير من المثقفين والفنانين في أمسية ممتعة قدمها الدكتور سلمان قاصد، حيث أشار إلى أن هذا التجمع إنما هو اعتزاز بالمبدع الكبير محمد خضير. والحقيقة اليوم احتفالية كبرى بمحمد خضير كقاص رائد من رواد الحركة الستينية، وإلى الآن يعني قدم المملكة السوداء وفي 45 مئوي وبصريات، يعني أعمال متميزة في فن السرد وفن القص. الحقيقة هناك فيلم أنتج السوريون اسمه الأرجوحة عن قصة له، هي من قصص الأولى يعني نشرت في مجلة الآداب بالستينيات، يعني نهاية الستينيات. الأرجوحة عمل صغير ولكن عمل جبار، ظاهرة صحية جدا أن يتم تحويل القصص والروايات إلى أفلام سينمائية سواء روائية طويلة أو قصيرة. فالسينما العالمية اعتمدت هذا المنوال، وهي بشكل أو بآخر تحتاج إلى رؤى وخيالات ممكن أن يوفرها الكاتب، كاتب القصة بشخوصها بأحداثها بمتوالياتها. تعد قصة الأرجوحة التي كان قد نشرها خضير في مجلة الآداب البيروتية هي قصة فيها بعدا إنسانيا، وتتضمن كذلك من الموروث والتراث الفلسفي بشكل عام. اليوم إذا أريد نتحدث عن التحولات السردية من القصة أو الرواية إلى التحولات إلى السينما، راح نواجه هناك الصعوبة، يعني مو أي قصة أو أي رواية نقدر نحولها إلى السينما، لأن تحتاج زمان ومكان نفس ما مذكور بالقصة. في هاي الفترة اشتغلت فيلم كان يتحدث عن أحداث التسعين، من جهة أريد أطبقه على أرض الواقع كان هناك صعوبة باختيار المكان، لوكيشن، الإضاءة، الملابس. فهذا ما تواجه السينما الحديثة أو السينما الشباب حاليا بالبصرة. اليوم عندنا فيلم الأرجوحة، هو فيلم من إخراج المخرج السوري والكاتب محمد خضير. هذا الفيلم تناول قصة، ونفس الوقت اشتغلوا مخرجين عراقيين، فكل مخرج إلى وجهة نظر وإلى سرد صوري أو إخراجي مختلف. الفيلم حقيقة لم يعني يتجاوب تجاوب كامل مع القصة، قد حرف كثير من ملامح المكانية. تعرفين مثلا أن المنطقة الجنوبية تمتاز بطبيعة خاصة، النخل، حتى الأرجوحة نفسها، يعني أرجوحتنا تختلف عن الأراجيح العربية. هاي الأرجوحة مال الخيش القواني بالضبط، إضافة إلى بعض المشاهد حذفها هو، فبدعوى أنه يقدم قصيدة سينمائية تجريدية. هذا الخلل أنا أسميه يعني في الوفاء بالطابع البيئي والمكاني، استلب بعض يعني
سحر القصة إذا صح التعبير. يعني محمد خضير كان يكتب قصة فيها الكثير من عناصر السيناريو، بحيث يوجه الكاميرا إلى المكان وإلى البيئة وإلى أعماق الشخصية وغيرها. محمد خضير أوضح رؤيته عن الفيلمين قائلا أن قصة الأرجوحة ولدت بعد نكبة حزيران عام 1967، حيث نالت وقتها استحسان النقاد والمثقفين العرب. وفي ختام الأمسية تم تكريمه بدرع تذكاري يحمل صورته. كما يلتقي نهرها دجلة والفرات، التقى مبدعو ومثقفي قضائي السيبة وبالخصيب، وتحدثوا عن الكثير من الأمور الثقافية اللي جمعتهم مع بعض، لكن الأهم تحدثوا كيف ممكن يحافظون على هذه الثقافة ما بعد الحداثة. أقام منتدى السياب الثقافي في أبي الخصيب وبالتعاون مع المجلس البلدي أمسية ثقافية، حيث امتلأت بالحضور من السيبة وبالخصيب والفاو. ضمن فعالياته الثقافية المتواصلة وتعزيزا لروح الأخوة بين مدينتي السيبة وأبي الخصيب، يقيم منتدى السياب الثقافي بالتعاون مع المجلس المحلي لناحية السيبة أمسية ثقافية أخوية في هذا اليوم، تتناول تاريخ وتراث السيبة ورجالها، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الشعرية والثقافية. كان هناك هذا التعاون المثمر اليوم مع المجلس البلدي لإقامة هذه الاحتفائية للتعريف بمناطق البصرة، وفتح البوابات الثقافية لمعرفة الكثير عن المناطق التي لا يعرف عنها هذا الجيل الجديد. نحن كإدارة ناحية نشجع وندعم مثل هذه الأمسيات، وندعم الناس القائمة على هذا الشكل، ونشكرهم، نشكر جميع القائمين على هذه الأمسيات والمنتديات التي تعبر عن ماضي وحاضر السيبة. انطلقت المشاركات بذكر الأواصر الثقافية التي تربط بين السيبة وأبي الخصيب، وعندما تمر هذه الأسماء فلا يختلف اثنان على أنها محطة عظيمة. منتدى السياب الثقافي منذ أول تأسيسه كتب في ديباجة العامة والمبادئ العامة مالته أنه الحضن الراعي والواعي لجميع الفعاليات والأنشطة الثقافية في قضاء الخصيب. وباعتبار احنا ناحية السيبة تربطنا بها رابطة الدم ورابطة القروب ورابطة التاريخ ورابطة النخل والنهر، فمن هذا الباب احنا اجينا اليوم مدينة السيبة ناحية السيبة ان نحتفي بها، تراث ورجال، تراثها تاريخها توثيقها ما قبل الحروب والتخريب وما بعد الحروب والتخريب، وثانيا رجال شخصيات أثرت وسجلت مواقف مشرفة وتركت بصمة في تاريخ العلم والأدب والوجاهة والسمعة والتاريخ. نحن كشباب وكشعراء شباب ننظر إلى الحداثة أنها دخلت إلينا من أوسع أبوابها وفتحت لنا كل هذه الأبواب الحقيقية بشكل أوسع، بدل أن نتناولها من الآباء والأجداد الذي ربما قد تختلف الآراء فيما بينهم وكل ينقل بما تهوى نفسه، ولكن اليوم الانفتاح والحداثة والانترنت وعالم العولمة فتح لنا الأبواب جميعا وجعلنا ننظر إلى الحقيقة من زوايا كثيرة. أن أمل أنه تعيد هذا اللقاءات الموجودة ونتواصل بيناتنا يعني، وللعلم يعني أنا كشخص أكون ناس ما ملتقي بهم إلا بالفيس، واليوم الحمد لله ملتقيت بهم بهذا اللقاء الأخوي إن شاء الله، وأنا كأب لهم إن شاء الله. الجذور التي هنا تعطي قيمة للمكان، فأصل هذه المنطقة جذورهم عميقة داخل الأرض وراسخة، حتى وإن غادرها أغلبهم بسبب ويلات الحروب أو طلبا للرزق.
من بعد ما خلصت الدراسة والامتحانات وبدت العطلة الصيفية، شاركوا مجموعة من الطلاب المهتمين بالفن وعالم الفن بمجموعة من المعارض الخاصة بالرسم والخط وأيضا التصميم. فرقة شناشيل البصرية اللي بيها مجموعة من الطلاب اللي أعمارهم ما تتجاوز ال 15 وال 18 سنة. تابعوا يعني هذا التقرير الجميل حتى نشوف هؤلاء الفنانين. برعاية نقابة الفنانين فرع البصرة، أقامت فرقة شناشيل معرضها السنوي الأول بأصناف مختلفة، إذ شارك في المعرض شباب وبنات أصحاب مواهب وبأعمار لا تتعدى 20. يقيم فريق شناشيل الفني المعرض السنوي الأول. المعرض يضم أعمال من مختلف أصناف الفن، يعني عندك الفن التشكيلي، الخط العربي، الزخرفة، أعمال يدوية، الأعمال الخشب مثل ما تلاحظون. هذا المعمل عفوا هذا المعرض معرض سنوي أول. هدف المعرض لا يقل عن هدف تأسيس الفريق اللي هو دعم الشباب. سارة الأمير، عمري 16، طالبة خامس علمي، رسم موهبة بس قدرنا نطوره ونطلع للعالم من خلال فريق تجمع شباب البصرة وشباب يعني من مختلف الأعمار، نطلع نساهم إنه نعرض موهبتنا على مظهرها للعالم والحمد لله جاي نوصل. المشاركات مختلفة متضمنة أحلام ورؤى الشباب، بالإضافة إلى توثيق معالم متنوعة من تراث البصرة. شاركت اليوم بالمعرض السنوي الأول لفريق شناشيل الفني، شاركت بعملين لوحتين. اللوحة الأولى هي عن تراث شناشيل البصرة، واللوحة الثانية هي عن أهوار البصرة. قدرت عن طريق الصدفة أقدر أتعرف فريق شناشيل، فريق فني دام الحركة الفنية الشبابية. قدرت أطور نفسي من خلالهم هواي، التقيت بخطاطين، كانت هاي أول تجارب لي، تجارب خطية. تجربة حلوة، وهنا أنا قدمت عندي لوحات للتصميم ومشاركتي الأولى وياهم إن شاء الله، وإن شاء الله توفيق للجميع. كلش حلو بالنسبة يعني كبداية للبصرة، هيجي مواهب شابة يدعمونها. فريق شناشيل حلو يعني لام هواية فئات، هواية بنات وولد، أكثر يعني أكثر من موهبة، رسم وخط ونحت وهواية أشياء، يعني بالنسبة للبصرة شيء حلو، يعني فكرة جديدة. الدعم والاهتمام كانت آخر كلمات الموهوبين، فكل واحد منهم وضع أقلام ودفاتر مدرسته وحولها إلى لوحات وأعمال يدوية في أيام العطل المدرسية. كثير من الأمور الإيجابية والسلبية اللي تحدث في البصرة وبالعراق عموماً، بالمقابل لازم يكون أكو شخص حريص حتى ينقل هذه الأمور. أكيد هنا يجي دور الصحفي أو الإعلامي، لكن لما يطلع شخص آخر ويقول ممنوع أنه أنت توصل صوتك، هل يا ترى صحيح أنه يتم اعتقال الصحفيين؟ يعني شنو متظاهر يريد يتظاهر على الخدمات اللي موجودة بالبصرة ولازم يقدم تصريح أنه أنا أريد أتظاهر عليكم لأنه أنتم ما موفرين لأي خدمات؟ خلينا نشوف بهذا التقرير أدق التفاصيل عن تصريح قائد عمليات وأيضا تظاهرة الصحفيين في البصرة. وصل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إلى البصرة عشية احتجاجات ضد تصريحات طالت الصحفيين هناك، إذ نظم مجموعة من الصحفيين وقفة احتجاجية ضد تهديدات قائد عمليات البصرة الركن قاسم نزال، وثقت في تسجيل فيديو أكد فيه اعتقال أي صحفي يقوم بتظاهرات غير مرخصة، الأمر الذي لقي ردود أفعال واسعة على المستوى الحكومي والشعبي. حقيقة ما دام الوسط الصحفي وسط فاعل وغير مسير، يعني لا حكوميا ولا يعني على مستوى اتحادي ومستوى محلي، ستبقى هذه يعني هذا خليني اسميه التحسس ما بين الجهات الرسمية الأمنية والحكومية وبين الصحفيين. الصحفي يعمل بحرية فيغطي جميع الأحداث بحسب ما يريد. الجهات الأمنية والجهات الرسمية والحكومية تريد لهذه الأحداث أن ينظر لها بما تريد هي. فأعتقد أنه يعني هذا الاختلاف، هذا التماس سيبقى مستمر، وكل دول العالم ترى مو بس احنا بالعراق موجود به شيء. البصرة اليوم في تحدي كبير، أنه لو أسيء إلى البصرة أو مست البصرة بأي ضرر، الهدف من عنده القضاء على العملية السياسية التي تسير نحو الأفضل في العراق
جميعا. دعا صحفيو البصرة الحكومة المحلية والمركزية والقيادات الأمنية إلى وقف مسلسل الانتهاكات والتحقيق بالخروقات السابقة والكف عن التصريحات الاستفزازية التي من شأنها أن تشرع عن تلك الانتهاكات. هذا التجاوز هو ليس وليد اللحظة، هو ليس بجديد على الوسط الإعلامي، منذ عام 2003 ومحافظة البصرة تشهد وتسجل انتهاكات بحق الصحفيين، بين اعتداء على المعدات، بين حجز المعدات، بين اعتقال الصحفيين. دائما احنا مو وليس الان كنا مع القوات الامنيه في تغطيه جميع نشاطاتهم، كل ما يخص الامن في المحافظه، موضوع النزاعات العشائريه اللي يعني الان تضاءلت بشكل ملفت للنظر بسبب من؟ بسبب انه احنا قمنا بنقل الحقيقه بمهنيه. وفي ختام اللقاء صرح نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ان الصحافه خط احمر لا يجوز ان يتم التجاوز عليه. هذا وقدم نزال اعتذارا للصحفيين على ما بدر من تصريحات. المنطق يختلف من شخص إلى آخر، أيضا طريقة تفكير الإنسان يختلف من شخص إلى شخص. واجبنا واجبكم أن نوعي هذول الناس، خصوصا هذول الناس لما ممكن يخسرون شخص عزيز عليهم، شخص ممكن يفقد روحه. خلينا نشوف في هذا المشهد التمثيلي شنو موجود من مضمون يخص المجموعة الطبية. ماكو شيء، إن شاء الله سالم، بس دهون شوية قلل لي إياها، مشافة إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد المحلى طارق، ماكو غيرك؟ يا أخي تفضل، وين المريض؟ دكتور مو هذا المريض، زوجتي المريضة. تخليها تفضل، خليها أفحصها. إيش تفحص؟ زوجتك؟ دكتور رحم الله والديك، شوف لي دكتورة تفحص لي زوجتي. أقول لك الله بخير عليك. دكتور وها شغلته، خلي فحص المرأة لا يروح يصير فيها شيء معقول. أخي تقبل دكتور يفحص زوجتك؟ لا. لا حد اسكت. أخي لا تكشف لي إياها. بس خلينا حدد مكان الألم وين، أو أحط إيدي عليه. تحط إيدك شنو؟ حط إيدك بجيبك أحسن لك. أخي أفهم، رجاءً هاي مهنتي وأنا دكتور واليوم خفارتي. عجيب عجيب، مستشفى قدها وش كبرها، ما بيها دكتورة؟ عيني شوف خطير، راح تموت بطل شو دكتورة. أخي فهمني، أنت وياي وياه. أنا ويا الكل. والله ما دمر البلد غيركم أنتم، ما نعرف ويامن. مهنتك على عيني وعلى راسي، بس مرتي ما تفحصها، عيب عيني عيب. والله عجيب، يعني الدكتور من تعالج الرجال ماكو مشكلة، بس الدكتور من يعالج المرة تنقلب الدنيا فوق روسنا. مو مشكلتي، مو مشكلتي، زوجتي وما حد يلزمها، كيفي؟ يا أخي مرتك مبينة كلش متأذية، خلينا افحصها رجاء. منك دين ومني دين، مرتي وكيفي ما تفحصها. أقول لك وإذا ما تذب الصوت بيمن غير براسك أنت موتتها. وشلون موتتها؟ صار لك ساعة قاعد تعاندني وما تقبل تشوفي دكتور تفحص لي إياها، وتالي من تموت ما تبصوش بيك. وين رايح؟ خليني أشوف شغلة أخي، المرة راح تموت. تموت وما تنزمها. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي رسالة البصرة، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة إن شاء الله.